السلام عليكم يا اخوان. واليوم مع فيديو تعليمي لايف للعبة موجودة على منصة الكيكستارتر وما تم اصدارها لحد الان، ولكن قررنا نلعبها علشان نقدر اذا ما كانت تستاهل الدعم او لا. اللعبة هي Perseverance Castaway Chronicles من تصميم عدد من المصممين المشهورين ومن انتاج شركة Mind Clash Games. تلعب من قبل شخص الى 4 اشخاص فيما يقارب الساعتين والنصف. تدور احداث اللعبة في ان سفينة ركاب سياحية تعطلت وانجرفت الى جزيرة غير متواجدة على الخريطة المعروفة، واثناء الاستكشاف لقوها مملوءة بديناصورات خطرة وقرروا انهم يبنون مستعمرة تحميهم وتوفر لهم الاكل. كل لاعب راح يقوم بدور احد قادة هذه المستعمرة اللي عليهم مسؤولية التخطيط وتوفير الامن والغذاء للناجين من ركاب السفينة. تنقسم اللعبة الى جزئين باهداف مختلفة لكل جزء، وفي هذا الفيديو راح نشرح اسلوب اللعب للجزء الاول من اللعبة ابيسود 1. Alright, episode 1 هذا Perseverance. احنا سياح كنا على سفينة وجات السفينة something happened to it وقعدنا في جزيرة وتحبسنا هنا الجزيرة. It's full of dinosaurs وبنحاول ندافع نفسنا عن الديناصورز ونحاول نعيش، واحنا 4 influencers ولا قائدون وبنحاول نكسب الفولورز. شايف الثامز اب هذه؟ These are our followers اللي هو الفيكتوري بوينتس. اكثر واحد في نهايه اللعب اللي عنده فولورز is going to be the winner. So كيف اللعبه حيبدا؟ حيكون عندنا الترن سيكونس هذه. حنمشي بطريقة simple. أول شيء بيكون عندك a patrol card. ما حندخل في تفاصيل ال patrol card حاليا هنا. This is a dice worker placement. فلما تشوف هنا primary action، أول شيء بتعمل هذا ال dice pool. أول شيء اللي بيصير إنه تعمل roll all the dice. بعدين تختار واحد من الدايس and you get to place it on any one of the square locations اللي موجود على البورد هنا. The square locations كلها it points to specific actions واحد ممكن يعملها، وحادخل في التفاصيل ايش الاشياء اللي ممكن تسويها. بس basically you're تجمع resources وتستخدم ال resources عشان تطلع جنود وتدافع عن الديناصورات لما تطلع، واثناء ال actions وانت بتحط الدايس على البورد بيجي الديناصورات وبيعبوا الخانات اللي فوق هنا. سو انا حابدا في شرح المين اكشنز الموجوده. تطالع في ثاني خطوه primary action you place a specialist die. هذه الدايس اللي كلها موجوده، النيوترال داي اللي هو البيضه، كل واحد عنده داي بنفس اللون حق الشخصيه حقته. ف حندخل بعدين في تفاصيل الالوان. خلينا نفترض انه اخذنا الداي ورحنا لاول اكشن سبيس هنا. اذا تشوف انه نوع الداي مطرقه، فاذا حطيت المطرقه في one of the action spaces اذا كانت موجوده صوره تحتها فاجباري انك تحط الدايس عليها. بس في هذه الحاله الثلاثه صور الموجوده كتب، ف اي داي ثاني تقدر تحطها في النيوترال سبيس. يعني امام مشان ريحك اخر واحده على اليمين شوفها كلها هامرز، فانت ما ممنوع تحط الهامر في خانه فاضيه اذا في هامر. اكزاكتلي. اوكي، فالان عندنا اللي هو النيوترال سبيس هذه، تقدر تحط اي نوع داي في هذه المنطقه. اذا تعبت هذه المناطق وما في داي بشكل الكتاب فنوعا ما you could not take this place until you do something to manipulate the die to this location. ولكن الداي اللي بتحطه في هذه المنطقة لازم يكون مشابه الكتاب، وإذا ما إذا كانت الداي كتاب إجباري إنك تحطها هنا، وإذا كانت كلها معباية تقدر تحط أي نوع داي في المناطق الخانات الفاضية هنا تحت. فحنبدأ في الأكشن. إذا حطيت any of the dice في هذه المنطقة you simply take اللي هو two rations في هذه المنطقة. ولما تحط الداي في المنطقة حطالع على اليسار حيكون في صور ديناصورات، هذا حيحدد ايش نوع الديناصورات اللي حتحط في المناطق اللي فوق هنا. عشان خليني اغطيها هذه هنا، فانا اخذت المطرقة وحطيتها هنا، وفي نوع الديناصور الازرق اللي يسموه الترامبلر، باخذ
الديناصور الأزرق وبحطها في هذه المنطقة. وبعدين ثاني شيء في اللي هو شكل الداي، فهذا بيكون شكل عشوائي. ناخذ هذا الداي and I roll it، نشوف كيف. اوكي وطلع ترامبلر ثاني، فباخذ الترامبلر وبحطه هنا. وفي في اللعبة there are two types of dinosaurs، الترامبلر الأزرق والرابتر اللي هو الأخضر. اوكي so بالنسبة لهذه حطينا الداي هنا، حطينا الديناصورز واخذنا الراشنز. So هذه هو الفودز، two rations تحطها عندك في البلاير بورد بهذه الطريقة. ثاني شيء تيجي تسوي إذا حطيت في هذه المنطقة بنفس الشروط اللي قلتها أول، هنا عندك باكباك، إذا كان عندك داي بالباكباك تحطه هنا وتحط الديناصورز بنفس الطريقة في نفس المنطقة، وتعمل اللي هو الباترول أكشن. الباترول أكشن ما حدخل في التفاصيل الآن، بعدين حدخل في كيف شرحها. منطقة ثالث في هذا المنطقة اللي هو الباب، تحط الداي في هذه المنطقة ما في عليها restriction، وتحط الديناصور يا الرابتر يا الترامبلر في هذه المنطقة. And in the pub تيجي تأخذ هذا الريسورس اللي سموها story، وبالإضافة على كل داي موجودة يا في البورد or in the supply تبعك انت بنفس لونك you get an additional story. ففرضا احنا قلنا انه كل واحد عنده واحد من الأزرق، في نص اللعب انا جاني داي الأزرق ثاني هذه، فإذا كان عندي two blue dies أنا بأخذ three stories، واحد للأكشن نفسه وعندي two dies of my color فأخذ two stories three stories in total. okay هذا هو المنطقة اللي هو sustenance. طلعنا هذا المنطقة، هذا three actions that you can do in this area. إذا أخذت الداي وجيت في هذا المنطقة اللي هو سموه التريننج، التريننج تحط الداي يا هنا أو هنا. إذا كان عندك اللاود سبيكر تحطها هنا unless كانت كلها فل، أو تحطها في هذه المنطقة إذا كانت كلها معباية. تحط الديناصورز بنفس الطريقة فوق في الخانات اللي موجودة فوق، وتعمل اللي هو الأكشن. هنا بيقول لك تقدر تختار ثلاث أشياء من soldiers. So أول شيء you can take هذا اسمه light soldier، فتيجي تعمل هذا الأكشن for one time، ما تيجي تعمل repeat نفس الأكشن. So تأخذ هذه one light soldier. ثاني أكشن ممكن تعمل تصرف واحد food اللي هو الراشن، وتأخذ another light soldier، وهذا يسموها modern resource تصرفها وتأخذ heavy soldier. الهيفي سولجر أقوى من اللايت سولجر، اقتل 2 ديناصورز بدل واحد. وهذه ممكن تصرف 1 ستوري وتقدر تحول 2 of your light soldiers إلى 2 heavy soldiers as one action. وهذه تصرف 1 ستوري وتقدر تنزل الجنود يا soldiers heavy soldiers or light soldiers إلى أي منطقة في الـ defense or offense area اللي هو مكتوب بالأحمر أو الأزرق. الأحمر هذه يسموها المنطقة اللي هو الـ valor، والمنطقة الزرقاء هذه يسموها safeguard. okay وآخر شيء ممكن تنقص واحد follower عشان تأخذ one story. هذه كده غطيت اللي هو الـ training grounds. أساس الـ training grounds إنه تبي تنزل جنود أو تجيب جنود عشان تدافع عن الديناصورات. اوكي نجي في ثالث خانه اللي هو الاكسبانشن. نفس الطريقه you put the die in the available area، وهذا المنطقه اللي هو البوليتكس. اذا صرفت واحد فود تقدر تبدل a neutral die to a die of your color، وعلى كل die موجود على البورد او في السبلاي بتاخذ one follower. اول اكشن ثاني اللي ممكن تسويه انه تصرف واحد ستوري وواحد فود وتبدل واحد من النيوترال دايز اللي محطوطه على البورد وتبدلها بالداي اللي هو بلونك انت. هذا يغطي البوليتكس. سوشيال ايد اللي هو المودرن ريسورس والراشن اللي هو الفود،
واخر شيء في هذه المنطقه اللي هو الساتل. الساتل اللي هو طريقه كيف ممكن تنزل البيوت على هذه المناطق. هذا اللي تلاقي عليها الالوان حقنا هذا البيوت، وتبدا تحط البيوت في هذه المنطقه وتاخذ اللي هو البونسز اللي تحت البيت. فايش بتسوي؟ تصرف واحد راشن عشان تاخذ واحد بيوت من السبلاي اللي عندك وتحطها في واحد اي واحد من المناطق، مو لازم يكون بترتيب، ممكن تحطها فوق، ممكن تحطها في النص او تحت، وفي اي واحد من الاربع مناطق. اوكي هذا بالنسبه للاول اكشن. ولما تعمل كذا you get the resource البونس اللي تحت المنطقه اللي مكتوب عليها. الخانة التحتانية هيخليك تصرف واحد ستوري، واحد مارن ريسورس، وواحد فود عشان تنزل بيتين. بس أول بيت حتاخد البونس، وتاني بيت لازم يكون في منطقة مختلفة وما تاخد البونس حقه. فبهذا الطريقة يمديك تكون يكون عندك بريزنس أكثر عشان تحقق مور بوينتس في نهاية الراوند. هذا غطينا اللي هو الإكسبانشن سكشن. هنجي في اخر منطقه اللي هو البروتكشن. نفس الطريقه الريستريكشنز حق الداي، نزل الديناصورز فوق بنفس الطريقه. هنا سالفج اكشن، بتاخذ 2 مودرن ريسورس في هذه المنطقه، تختار 2 عشان تنزل ترابس. الترابس يجي في منطقه فاضيه عشان لما يجي الديناصورات عليه ممكن تقتلهم قبل ما يهاجموك او اي شيء. فتقدر تصرف اول شيء تاخذ واحد من الترابس حقونك تحطها في المناطق الفاضيه هنا، وتقدر تنزل واحد ثاني، بس الثاني مره لازم تصرف 1 فود عشان تنزل تراب وتاخذ اللي هو الريسورس اللي هذا اللي اسمه فالر. فالر حتلاقيه انه في زي الايكون مكتوب على البورد، كل ما تكسبها يو موف ات تو ذا رايت، كل ما تصرفها تحركها على اليسار. اوكي والسيفجارد نفس الشيء في هذه المنطقة. كده خلصنا كل الأكشنز اللي موجودة على البورد. دحين بس هو دحين تسأل يعني إيش فين بتربط كل شيء مع بعض وكيف، فحبدا أوضح يعني بعض الأشياء هنا. أول شيء في عندك بعد ما تختار ال primary action ولما تحط الداي هتبدأ تسوي اي تشيك. اول شيء سوري لا اول ما تحط الدايت تنزل الديناصورز and you resolve the action اللي هو نفس اللي شرحناها. حيكون عندك secondary action، كل واحد حيكون ممكن ينزل an influence to an officer اللي هو المكعبات الملونه باللاعب حقك، وتنزلهم على واحد من الاوفيسرز الاربعه الموجودين هنا. ممكن تنزل واحد مجانا او ممكن تنزل 2 by paying 2 ايش التكلفة حقها sorry 0 2 or 4 stories عشان تنزل 1 2 or 3 influence. فالinfluence tokens او المربعات اذا تبي تنزل 2 لازم تصرف 1 story اضافي، واذا صرفت 2 stories حتجد sorry 2 stories، واذا صرفت 4 stories حتنزل 3 من الinfluence tokens الموجودة هنا. Okay, هذه اللي هو one of the secondary actions. Another secondary action you can do. كل واحد حيكون عنده leader. Leader موجود أعتقد هذا. Yes, هذا leader. Leader يمديك تسوي فيه كذا شيء. أول شيء ممكن تسويه إنه تحط leader في واحد من المناطق اللي عليها النجمة، وتقدر تعمل one of the actions اللي موجودة في نفس المنطقة هنا. فكأنك نزلت die. بس فائدة الليدر انه it provides presence وما بتنزل ديناصورات في نفس المنطقة. ممكن توديه هنا وزي worker placement، اذا واحد ليدر موجود من الليدرز في المنطقة هنا you cannot take the same place في هذاك المنطقة. بس تكلفة حيكون نفس الشيء، اذا رحت هنا في الميليتري اريا الليدر ممكن ياخذ 3 اشياء، بس برضو لازم ادفع الريسورسز اذا كان في متطلب عشان تاخذ الاكشن او الريسورس في هذاك المنطقه. طيب ثالث شيء من السكندري اكشن تقدر سوري خلينا ناخذ الليدر. ليدر
غير الأربع مناطق هذه تقدر تنزل الليدر في الديفنس اريا انه يحارب الديناصورات اللي موجوده هنا. فانا ممكن احطه هنا يكون في الاوفنس البالر, او ممكن نزله في السيف جارد خلف المنطقه هنا از السيف جارد ويحارب الديناصورات عشان اكسب نقاط في نهايه الراوند. فائده الليدر انه تاخذ دبل ذا بونس اذا حطيته هنا, تاخذ 2 فالرز اور 2 سيف جاردز اذا حطيته هنا, وبالاضافه ما يقدر يموت اذا هاجموا الديناصورات عليه. اوكي اخر شيء من السكندري اكشنز, اثناء اللعب حتجمع جنود وتحطها على التوي بورد تبعك, فممكن تنزل واحد او جنديان في اي منطقه على البورد. فانا هنا في هذا اللاعب الاخضر عنده مثلا one light soldier one heavy soldier اللي هو ده, فممكن ياخذ two soldiers وينزلهم واحد على هذه المنطقه وياخذ one valor, وينزل الهيفي سولجر في منطقه ثانيه هنا وياخذ اللي هو السيف جارد. اوكي بيجي على الاند اوف تيرن, بعد ما تخلص دورك بتشيك اذا كان في داينو اتاك, اذا تعبت الخانات هنا اذا كانت كلها معبايه حيصير داينوسور اتاك في هذاك المنطقه, وحيكون في طريقه تعمل ال ريزولفينج الاكشن حق الداينوسور اتاك, بعدين حدخل في تفاصيلها. وثاني شيء تعمل تشيك اذا حيكون في اسامبلي. اسامبلي معناها اذا خلصت كل الدايس اللي في البول, اذا خلصت كل الدايس في البول حيصير اسامبلي, وبعد ما يصير ثلاثه اسامبليز حيخلص اللعب ونعمل فاينل سكورينج and we see who wins the games. So basically احنا بنلعب 4 players, لما نخلص الدايف مره واحده ومره ثانيه وثالث مره we're going to do the end game scoring and we'll finish the game. طيب خلينا ادخل في تفاصيل الديناصور اتاك. اثناء اللعب نزل ديناصورات بهذه الطريقه, احد عمل اكشن في هذه المنطقه ونزل هذا الرابتور في هذا المنطقه, جينا عملنا تشيك لقينا انه كل الديناصورات معبايه, فحيصير اللي هو البريك الاتاك في هذه المنطقه. وخلينا نفترض انه عندنا 1 لايت جارد هنا وعندنا 1 هيفي جارد بهذا الشكل هنا. يس وي بوت ا وول اوفر ذير اند I'll put a trap here. خلاص دحين كذا شيكنا في هذه المنطقة. أثناء نص اللعب نزلوا جنود في هذه المنطقة بهذه الطريقة, وعندنا واحد وال هنا وعندنا واحد تراب هنا. ما أعرف أنا غطيت الوال أو هنا. يس the last two اللي هو تنزل الوالز في الفورتيفيكيشن. So احصل الاتاك. كيف حيصير الاتاك؟ أول شيء during the attack أول شيء ندور على اي traps الموجود تحت الديناصورات نطالع فيها. اول شيء نسويها نقلب التراب, اذا كان التراب نفس شكل الديناصور هذا حيكون an additional benefit لما ترمي الداي. احنا بنعرف هل التراب اشتغل ولا لا, حناخذ اللي هو التراب داي اللي هو this one. yes this one yeah the blue one, هذا اللي يسموها التراب داي. فنبي نعرف هل التراب اشتغل على هذا الديناصور. ما دام انه شكل الديناصور نفس شكل الديناصور نفس شكل التراب, البوسيبيليتي انه تربح التراب اعلى. اذا ما كان مشابه البروبابيليتي حيكون اقل. فطبعا اتس سيكس سايدد داي, اذا نزلت على واحد يو جاست جيت تو فولورز وما يشتغل التراب. فالديناصور اذا جات على وجه الثاني حيقول لك هل التراب مشابه الديناصور. If yes the dinosaur is dead, تاخذه عندك في البورد. اوكي وبالاضافه تاخذ 3 followers. اذا ما كانت مشابه الديناصور, the dinosaur does not die and the trap did not work, ما تاخذ ال 3 followers. اعتقد انه هذه فيها 2
وجهين. هذه الديناصور بيموت anyway. سواء كانت مشابه ولا مو مشابه الديناصور بيموت وبتاخذ 2 followers سواء كانت مشابه ولا لا. واخر الديناصور بيخدلها واخر وجه نفس الشيء. وجهين مضمون انك تقتله واربع وجوه حيكونوا ايش اسمه a higher percentage لانه اذا كان مشابه وحيكون في misses I think two misses. alright so كذا خلصنا اللي هو ال determining حق الترب. خلينا نفترض انه في هذه المنطقة انه اشتغل الترب وكانت اللون الاخضر فالديناصور يروح لل green player board يبدأ ال attack. so هذه يحاول يطلع فوق الوال ده فترمي اللي هو الوال داي. الوال داي تقريبا نفس الطريقة زي التراب داي. إذا عملت له رول يا حيكون one safeguard وبهذا الطريقة it doesn't work ويعدي الديناصور. يعمل له رول مرة تاني برضو نفس الشيء بشوف أي وجه تاني. أوكي إذا جاءت بهذا الوجه هذا الوجه معناها إنه انقتل الديناصور and it worked. so حافتكر هل هو الوال اتشال ولا تقعد محلها. بس المهم it's done by green والديناصور يروح للgreen player. بس بعدين يبغى لي أرجع ناس إذا الوال بتروح ولا لا. طيب نجي في الصف الأول بعد ما صارت الوالز نبدأ نعمل resolution للصف الأول. الصف الأول هذه بيهاجم واحد dinosaur. he's a light soldier فبيهاجم واحد dinosaur. مدام إنه هذه is a trampler لو لون الأزرق فهو بيموت على طول وهذا يروح للاعب الأخضر. طيب في حالة إنه كان لونه أخضر ال dinosaur هنا حيبان. هنبدأ في هذا اللاعب هذا heavy soldier ويقتل 2 dinosaurs فحيقتل أول واحد مباشرة وحيقتل ثاني واحد ولكن since ثاني واحد is a raptor raptor بيقتل نفس اللاعب أثناء شو اسمه الهجوم. so both of them die at the same time. why did you put him to the blue the green if you said yeah. well, الأحمر يقتل it has to come here yeah okay. yes yeah لحبط. so basically the green is much stronger so it kills he gets killed too both of them get killed yes yes فالgreen okay. it happened simultaneously في نفس الوقت كده عملنا resolve في أول صف ولكن لما يموت لازم تخلي اللاعب على نفس البورد عشان تعرف contribution في الأخير. يقول لك افضل شيء طبعا في الفيزيكال جيم بورد حتسدحه لكن in this game just to keep track حنحطه على الجنب بس يبين انه مات اثناء الحرب. اوكي نجي على الصف الثاني and we're going to resolve the attacks بنفس الطريقه. هذا اللي هو الهيرو ما في احد ولكن خلينا نفترض انه كان في ترامبلر هنا. صحيح الترامبلرز اقتلوا الجنود ولكن هنا الأخضر since he's the hero does not die. فيموت الترامبلر على طول ويروح as a victory for the green player. يجي على الهيفي سولجر. الهيفي سولجر ممكن يقتل اثنين ولكن ما في ديناصورز هنا ما له أثر. نجي هنا. no points. ما في لاعب وهنا ما في لاعب. so nothing happens. ايش اللي بيصير؟ فيبقى واحد and he has breached this area ودخل في ال protection zone هنا. اوكي فعدوا كل اللعيبة اللي هنا موجودين. a trampler ايش بيعمل اذا كان في اي بيوت من البيوت هنا طبعا rewards are higher the further you go. خلينا نفترض ان عندنا scenario بهذه الطريقة اثنين ازرق واحد اخضر. الترامبلر يكسر اول بيت اللي موجود قدامه يكسره ويطلع اوكي ولكن اذا نفس السيناريو حصلت وكان ترامبلر رابتر وعدى المنطقه ودخل في المنطقه هنا الرابتر
ادخل على اول بيت موجود وقت الناس جوتهم و that player the color of the house loses two followers. It represents, you know, this is a smaller dinosaur. When you دخل في البيت وقت الناس فيهم, but you lose two followers. وتاخذ في البورد تبعك الفولورز ايكون وتنقص اثنين. بالنسبه لهذه بهذه الطريقه. هل معناته الرابتر يكسر بيت ويقتل شخصين؟ لا يقتل شخصين بس, ولا يكسر البيت كمان يا همام؟ لا ما يكسر البيت. اوكي بس معناته he comes in kills and goes. Yes, but يضيع عليك two followers. It's a representative انه دخل. It's a small dinosaur ولكن he eats people. He went inside, ما كسر, ولكن قتل الناس. A trampler, حجمه كبير, حتشوف يعني physical game, إنه حجمه كبير, ما يقتل الناس, ولكن يكسر بيوت. ولكن هو حيكسر أول شيء اللي موجود أمامه. Okay? بعدين نجي الحسبة في الأخير, إيش اللي بيصير؟ مين, who triggered the action هذه؟ مين اللي حط آخر ديناصور هنا؟ اللي هو الاكتف بلاير على كل على كل ديناصور عدى هذه المنطقه you lose two followers. So فرضا الاخضر هو اللي حط الديناصور هنا وسبب اللي هو الديناصور اتاك. اوكي بعد كل الدفاع بعد كل الهجوم عدوا two dinosaurs. التو dinosaurs دول تاخذ على كل واحد فيهم minus two followers. بس الأخضر اللي سببها you get minus 6 points minus 4 points بهذه الطريقة. So this is attack, this is defense. أنا ما فهمت هال two bars. Like what is this for? What is this for? أيوه. The red and the blue. The red إذا حطيت أي جنود في ال red أول شيء حتاخذ valor تقدم الأحمر في نفس المنطقة. إذا حطيته في defense حيقدم اللي هو ال safeguard. فائدة الأحمر إنه أنت you get first dibs إنك تهاجم على الديناصورات. ولكن أنت you risk إنك تنقتل من الديناصورات. أوكي. الديفنس ممكن يعني واحد يبغى يقعد هنا to get more safeguard أو ممكن إنه يبغى يستنى الراجل اللي قدام يهاجم الرابتر يموت. واللي ورا اقتل اللي هو الترامبلر اللي وراه وما يموت فنوع ما بينقذ نفسه انه ما بيموت في الهجوم هذا.